واحدة من الضحايا داعش تعرضت على الاغتصاب، على الإهانة يوميا. ما شفت جزء أبوي إن ما أسكت على جرائمهم ودائما أفضحهم. ولكن أنا تركت الجنازة وإجيت لهين لأن دميري ما يسمح لي الأطفال يبكون بالعراق وسوريا وأني أقعد بالبيت وأبكي. العراق وسوريا محتاجة لكم اليوم، فكيف أبتسم واللي حوالي ما دا يسوون شيء؟